وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من المطبخ. زي ما تعودتوا معانا وصفاتنا حلوه وسهله اي حد يقدر يعملها وينفذها. هنعمل النهارده معاكم طريقه لسمك فيليه حلو جدا بالكريمه والصويا صوص، وهنعمل رز باريزيان. هنستعمل فيه بواقي الرز اللي بتفضل عندنا، كلنا بيفضل عندنا رز تاني يوم ما بنعرفش نعمل بيه ايه. هنعمل بيه وصفه حلوه، وهنعمل كيكه بالفراوله. هستعمل الفراوله في الكيكه نفسها من جوه. في البدايه هقول لكم مقادير السمك. 3 4 كيلو سمك فيليه، اي نوع سمك فيليه موجود عندك. 4 معالق كبيره صويا صوص، تلت معلقه صغيره كمون مطحون طبعا، بصله كبيره شرايح رفيعه، جزره كبيره مبشوره، حبايه فلفل رومي شرايح رفيعه، معلقه كبيره معلقه ونص كبار مستارده، كوبايه ونص كريمه، معلقه كبيره خل بلسامي، ونص كوبايه مشروم، وممكن استعمل لو احب موتزاريلا للوش. هقول مقادير تاني. 3 4 كيلو سمك فيليه، اي نوع سمك موجود عندك. 4 معالق كبيره صويا صوص، تلت معلقه صغيره كمون، بصله كبيره شرايح رفيعه، جزره كبيره مبشوره، حبايه فلفل رومي شرايح رفيعه، معلقه ونص كبار مستارده، كوبايه ونص كريمه، معلقه كبيره خل بلسامي، نص كوبايه مشروم. لو تحبي تحطي موتزاريلا على الوش ممكن تحطيها، بس انا مش هحط موتزاريلا النهارده. هبتدي السمك. اول حاجه هحط بس دي تسخن عندي السمك. هدهن الطاجن او الصينيه اللي انا هحط السمك فيها، وهحط فيها شرايح السمك. زي ما قلت لك اي سمك فيليه موجود عندك هتستعمليه، مش مشكله هو نوعه ايه. هتبله بالملح والفلفل والكمون والصويا صوص والخل البلسمي، وبعدين هحطه في الفرن 10 دقائق. انا بحطه كده اهو، وبعد كده هرش عليه الملح والفلفل، بحط فلفل اسود، ما بكترش لو انا مش عايزاه حراق معايا، بس هو الفلفل هيشيل لي زفاره السمك فلازم احط فلفل اسود، وهرش عليه ملح، شويه ملح صغيرين، اوكي، وهحط عليه الصويا صوص عشان كده الكريمه هيبقى لونها مختلف شويه معايا، والخل البلسمي. لو ما عنديش خل بلسمي هستعمل خل عادي، او ممكن استعمل ليمون، بس هو البلسمي احلى، ممكن بداله زي ما قلنا خل عادي مع رشه سكر بسيطه. انا كده بس بحط عشان السمك كله يتخلط بالكمون والملح والفلفل والصويا صوص، بقلبه فيه. الوصفه سهله قوي، ومش عايزه اقول لكم جمال طعمها، يعني حقيقي بتبقى حلوه جدا، لان انا عارفه ان الولاد بيغلبونا في اكل السمك، فمش اي حاجه بتعجبهم، بس دي ان شاء الله هتعجبهم. يعني انا عن نفسي ولادي بيحبوها قوي كده. هو هحطها في الفرن حوالي 10 دقايق لغايه لما السمك يستوي. الفرن لو يبقى من فوق وتحت يبقى احسن، اشغلهم مع بعض 10 دقايق. في الوقت ده هعمل الخضار بتاعه السمك. هشوح عندي في معلقتين زيت الجزر والبصل، كل الخضار اللي انا هحطها، والفلفل الرومي. انا برضه هقول لكم النهارده على تتبيله للسمك. السمك ده انا ما بتبلوش غير بملح وفلفل وكمون، بس تتبيله للسمك لو انا هعمل سمك فيليه مثلا، هقول لكم خلطه بهارات تحفه للسمك، يعني خلطه حلوه قوي. بحط السمك بستعمل منها معلقتين كبار لكل كيلو ونص سمك. احنا بنحمر الخضار بنشوحها لغايه لما ايه ريحتها تطلع قوي، مش هخليها تتهري. دايما الخضار اخد بالي انها تبقى مقرمشه معايا علشان تحتفظ بقيمتها الغذائيه، احتفظ بالفيتامينات فيها. فانا بقلبهم. هقول لكم دلوقتي على ما تتشوح خلطه بهارات السمك. يا ريت كمان ننزلها عندنا، الخلطه دي قديمه قوي من زمان، ومش عايزه اقول لكم متجربه بقى لها سنين. ربع كوبايه كمون، ربع كوبايه كزبره ناشفه، معلقه كبيره بابريكا، ومعلقتين فلفل اسود مطحون، نص معلقه كركم، ربع كوبايه بودره ثوم، وربع كوبايه بودره بصل، وثلاث معالق زعتر. الخلطه تاني، ربع كوبايه كمون، ربع كوبايه كزبره ناشفه، معلقه كبيره بابريكا، معلقتين فلفل اسود، نص معلقه كركم، ربع كوبايه بودره ثوم، وربع كوبايه بودره بصل، ثلاث معالق كبيره زعتر. الحاجات دي تبقى مطحونه وتختلط على بعض، نقلبها كلها مع بعض ونحطها في برطمان. استعمل منه لكل كيلو ونص سمك فيليه او اي سمك عادي، حتى لو انا هتبل بولتي هتبل بوري، معلقتين كبار لكل كيلو ونص سمك، مع عصير ليمون طبعا، بزود عصير ليمون علشان ايه يديلي طعم حلو.
انا كده اهو ابتدت ريحه الخضار تطلع معايا، برضو هحط لها رشه ملح، رشه بسيطه عشان ما تنزلش ميتها، بس عشان ايه تاخد طعم. وبعد كده اهو بقى هحط لها الكريمه، وهحط لها المستردة، ولما يغلوا هحطهم على وش السمك. هي الوصفة سهلة قوي بس صدقوني حلوة جدا. احنا لازم نحرص ان احنا ناكل سمك على الاقل مرتين في الاسبوع، لان السمك مفيد جدا للذاكرة وللمخ، والاوميجا 3 اللي بيديها لنا السمك ما تتخيلوش قد ايه بتعزز القدرات العقلية للاطفال بالذات كمان، يعني وللكبار السن. الناس الكبيرة في السن بتحتاج ان هي تقلل من اللحوم الحمراء قدر الامكان، يعني كبار السن يستحسن ان هم ما ياكلوش لحمه حمراء اكتر من مره في الاسبوع، ويستعيدوا عنها بالسمك وبالفراخ. فالسمك مصدر للبروتين رائع، وفي نفس الوقت دهونه قليله. الناس اللي بتعمل رجيم السمك ممتاز ليها، بس طبعا الوصفه دي فيها كريمه كتير، فما ينفعش ان انا احط كوبايه ونص كريمه لوصفه دايت. هي ابتدت تغلي، انا هستنى بس شويه لما السمك يتحمر واحطها عليه وارجعها تاني تتشرب مع السمك. انا كنت عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه لخلطه البهارات اللي قلناها النهارده. الثوم البودره والبصل البودره ناس كتير بتجيبهم، وبيبقى عندهم بعد وقت شويه كده بيجمدوا في بعض. انا علشان امنع الحكايه دي انها تحصل، فانا ممكن اعمل ايه؟ اجيب حته عيش فينو صغيره واحطها في البرطمان معاهم واسيبها يوم او يومين. الرطوبه اللي فيها هتمص الرطوبه اللي في البصل او الثوم الباودر، لان ناس كتير جدا بتشتكي من ان هو بيبقى ماسك عندهم. وبعد كده اهو انا ممكن لو في شويه تكتلات صغيره فيه احطهم في كيس واكسرهم من تاني. لازم اعرف كمان ازاي اعملهم، لان هم موجودين دلوقتي عند كل العطارين، بس انا ممكن اقول لكم الحلقه الجايه او اللي بعدها ازاي نعمل بودره الثوم وبودره البصل، لانها سهله جدا وتبقى عندنا موجوده. السمك بيحب الثوم والبصل جدا، بس بتبقى ساعات مشكله عندي ان انا البصل الصغير او الثوم الصغير ما بعرفش افضل اشيله من السمك لما اجي احمره، او اجي احطه في الدقيق بيعمل لي تكتلات تقع في الزيت وتتحرق معايا. عشان كده انا بحب بودره البصل وبودره الثوم في تتبيل السمك بالذات. بدل ما اخد ميه البصل واعصره بحط بودره البصل، بتديه طعم حلو مركز، وفي نفس الوقت يعني ابقى ضامنه ان مفيش حاجه هتقع مني في الزيت. انا عايزه ابص على ده، لا هو لسه شويه. في حاجه كمان كنت عايزه اقولها لكم بالنسبه للخضار. الناس بتيجي تشتري الخضار المجمد في الفريزر بيسالوا عن قيمته الغذائيه. الخضار المفرز فيه قيمه غذائيه طبعا، مش هقول لكم انها انعدمت لا تماما، بس هو بيقل حوالي 20% قيمته الغذائيه بتقل عن الخضار الفريش. بس لازم اخد بالي من حاجه وانا بشتري الخضار المجمد، ان الكيس ما يبقاش ماسك في بعضه، سواء خضار سواء جبنه موتزاريلا سواء اي حاجه بشتريها مجمده، لان ده معناه انها فكت ورجعت اتجمدت تاني. الخضار لما يبقى مفرفط من بعضه ده معناه ان هو من ساعه ما اتعمل واتحط في الثلاجات هو في ثلاجه، لكن لما بتسيح الميه من عليه ويرجع يجمد تاني بيبقى كتله على بعضه. فاي خضار الاقيه في السوبر ماركت او اي جبنه موتزاريلا او اي حاجه بشتريها الاقيها كتله واحده في بعضها ما اشتريهاش، ده معناه انها فكت ورجعت اتجمدت تاني. والحاجه لما بتفك وترجع تتجمد تاني ده بيعمل لي احتمال ان يتكون فيها سالمونيلا، ودي بكتيريا طبعا ممكن تعمل لي تسمم بعد شهر. فاخد بالي ان الحاجه ما تفكش وتتجمد تاني. حتى انا في البيت لما اجي استعمل سمك لحمه اي حاجه ما ينفعش ان انا افكها وارجع اجمدها تاني. الحاجه اللي تفك استعملها يا اما اطبخها واحطها وهي مطبوخه، بس ما ترجعش وهي نيه تاني. احنا انا مستنيه بس السمك يعمل يستوي شويه واحط عليه الصوص، وممكن ابتدي اقول لكم في مقادير الوصفه الثانيه لو احنا معانا وقت، يا اما نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد ما حطينا السمك في الفرن، هنطلعه علشان نحط خلطه الخضار اللي عملناها تجيبها لي. وهنعمل رز الباريزن. الرز الباريزن ده احسن الخيارات لاستعمال الرز البايت. لو انا عندي رز بايت بكميه هعمله تاني يوم ومش هيبان ان هو بايت، ومش هيحسوا ابدا في البيت ان انا استعملت بواقي الرز اللي عندي. السمك عايزين نوريه بس في الكاميرا،
السمك استوى كده اهو ونزلت الميه بتاعته، هحطها عشان ما تتلسعش. هحط عليه الخضار اللي انا شوحتها وحطيت لها الكريمه والمستردة، هحطهم عليه و في الكنترول بيقولوا لي الشيف يوسف بيعملوا حلو قوي، هجربوا الطريقه النهارده. فاحنا هنحط الخضار وهندخلها الفرن تاني علشان بس ايه وشها يتحمر. اوكي كده هنبتدي خد احطها بقى في الفرن تاني. هقول لكم بقى المقادير بتاعت الرز الباريزيان. 3 كوبايات لبن و3 معالق دقيق، ده عشان البشاميل، وعلى معلقه الزبده ومعلقتين الزيت. عندي كوبايتين رز مطبوخ، رز قديم عندي او اعمل رز جديد مفيش مشكله، وتلت كوبايه لحمه معصجه، وكوبايه ونص بسله وجزر مسلوقين، وملح وفلفل. هنقولها تاني، 3 كوبايات لبن، 3 معالق دقيق، معلقه زبده كبيره، معلقتين زيت، كوبايتين رز مطبوخ، تلت كيلو لحمه معصجه، كوبايه ونص بسله وجزر مسلوقين، ملح وفلفل. اول حاجه هعمل البشاميل، هحط الزبده والزيت. طبعا عشان الزبده ما تتحرقش لازم احط زيت معاها على طول. بعدين هبتدي احمر الدقيق. البشاميل عشان يطلع معايا حلو لازم الدقيق يتحمر كويس، يعني يفقد الطعم الدقيق الني، لازم احمصه يغمق معايا علشان يبقى طعمه كويس. هي الحلة حامية بس شوية، هو محتاج نقطة زيت كمان علشان وبعد كده بستعمل المضرب السلك. المضرب السلك هو اهم حاجه عشان البشاميل ما يكلكعش مني، خصوصا لما اجي احط اللبن. في ناس كتير بتشتكي ان البشاميل بيتكتل منها او ان هو بيكلكع، دي احسن طريقه ان هو ما يكلكعش مني. بفكه بيبقى عامل زي قلنا قبل كده رمل البحر المبلول، لما ياخد اللون بتاع رمل البحر والشكل كده الرمل المبلول، ده معناه ان هو خلاص، وفي نفس الوقت ريحته طلعت. يعني عايزه اقول لكم حاجه، ان اهم حاجه وانتوا بتطبخوا مناخيركم تتعاملوا بيها اكتر من العين، ريحه الاكل هي اللي هتحسسني ان هو خلاص ابتدى يستوي معايا. دلوقتي احط اللبن، فهو ابتدت ريحته تطلع كويس، هحط اللبن. بسم الله. لكل كوبايه انا بحط شويه فلفل، لكل كوبايه بشاميل انا بحط معلقه البهارات الصغيره قوي، بحط نصها ملح، ما بكترش الملح خالص لانه ممكن بعد كده احس ان الاكل بقى مالح معايا. هحط ملح، انا هحط هنا بالنظر ادي 1 2 3 وبخليه يغلي. هجيب الطبق البايركس اللي انا هعمل فيه، بعمله في طبق شفاف عشان يديني شكل اللايرز، او ممكن اعمله في طبق طبعا سيراميك فخار واتيفر انا عايزه استعمل ايه، بس انا بحب الشفاف فيه عشان يديني شكل طبقات الرز والخضار. عايزه اقول لكم على بقى نصيحه للرز عشان الرز ما يبقاش تاني يوم تحس ان هو قديم كده وبايت. دايما احنا بناخد الرز بعد ما نخلص وناكل، بناخد رحله الرز ونروح مدخلينها في الثلاجه. قبل ما تدخلي الرز في التلاجة فتتيه من بعضه، فتتيه من بعضه كويس قوي. احنا الرز المصري عندنا النشا فيه كتير، فعلشان كده بيمسك في بعضه جامد. لو انا فتتت الرز كويس قوي من بعضه قبل ما احطه في التلاجة، تاني يوم حلقين فرفت من بعضه اسخنه هيبقى كانه مفلفل جديد. جربي وهتلاقي ان هي هتفرق معاكي في طعم الرز البايت، هتختلف معايا تماما. انا بدهن الباريس. الوصفه دي سهله قوي، وبعدين لو الواحد مش عايز يطبخ النهارده بتبقى سهله انه يعملها بواقي رز. اللحمه المعصجه نصيحه، يعني هاتي دايما 3 4 كيلو لحمه كده وعصجيها وقسميها في اكياس في الفريزر، بس لما تحطيها في الفريزر لازم تبططي الكيس، ما تحطيهوش كور،
علشان سهل ان انا افك منها حته لو انا عايزه حته صغيره، وسهل انها تفك معايا بسرعه. لكن الفريزر لو كله كور كور كده هيبقى فك اللحمه صعب. دي حاجه. حاجه تانية، الحراره جوه الفريزر مش هتتوزع صح. لازم الفريزر ارصه كويس عشان الحراره البروده يعني بتاعت الفريزر تتوزع بين الاكل صح. فدايما لما اجيب اي حاجه احطها في الفريزر ابططها قبل ما احطها في الفريزر، خصوصا اللحمه المعصجه او اللحمه المفرومه النيه يعني، او اي حاجه عندي. بس انا بقول لك علشان يبقى سهل عليكي ان انت لما تطلعي اللحمه المعصجه تفك بسرعه، لو انا عايزه اقل من الكيس اخد هو لسه البشاميل البوتاجاز مش شغال. معلش يا جماعه هو بس المفروض ان انا بحط شويه بشاميل في قعر البايركس، وبعدين بحط عليهم الرز، بعد كده لحمه والخضار وارجع تاني. انا بقى علشان البوتاجاز بس فصل والوقت، فهحط الاول رز، هحط شويه رز من الاول عشان كده دهنت الطاجن. لو انا هحط بشاميل تحت مش هحتاج ان انا ادهن الطاجن، فانا هحط الاول الرز وبعد كده احط اللايرز بتاعت اللحمه والخضار ورز تاني، واحط بشاميل في الاخر. هنطلع بريك ونرجع لكم بعد البريك تشوفوا شكله بقى ازاي. رجعنا تاني، السمك طلع من الفرن، شفتوا ما خدش وقت خالص، شكله وطعمه تحفه، جربوه هيعجبكم جدا. هنعمل دلوقتي كيكه الفراوله. الكيكه دي انا بستعمل فيها الفراوله جوه الكيكه نفسها، يعني الكيكه نفسها بيبقى لونها بينك بعد كده بيبقى لونها بامبا، لان انا حاطه فراوله جواها. فهقول لكم المقادير: كوبايتين سكر، 3 كوبايات دقيق، 3 ارباع كوبايه زبده تكون طريه ما تبقاش جامده قوي، 4 بيضات، كوبايه لبن، باكو جيلي فراوله ونص كوبايه فراوله بيوريه، 3 معالق صغيره بيكنج باودر وباكوهين فانيليا. يبقى كوبايتين سكر، 3 كوبايات دقيق، 3 ارباع كوبايه زبده طريه، 4 بيضات، كوبايه لبن، باكو جيلي فراوله، نص كوبايه فراوله بيوريه، 3 معالق صغيره بيكنج باودر وباكوهين فانيليا. اول حاجه بضرب السكر، هضرب السكر يا مروه مع الجيلي. ايوه مروه، صباح الخير يا سيدي. ايه، صباح النور يا حبيبتي، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ اكلك كله جميل، الله يخليك، ده من ذوقك. انا بس كنت عايزه اسالك، انا بقالي فتره بحاول اعمل في اللازانيا ومش عارفه اعملها ازاي. اوكي، انت بتسلقيها ولا ايه؟ بسلقها بس دايما بتطلع معايا يعني طريه كده، بتتقطع معايا بسرعه. علشان انت بتسلقيها انا هقولها لك اخر الحلقه، هقول لك طريقه حلوه قوي للازانيا وتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله، استنيني اخر الحلقه. اوكي، انا دلوقتي هضرب الجيلي الفراوله مع السكر والزبده. هضربهم كويس وهزود لهم بعد كده البيض. هزود البيض هحط الاربع بيضات مره واحده وبعدين هشغله تاني. الكيكه دي بتبقى اتقل من الكيكه العاديه، علشان كده ما ينفعش ان انا احطها في صينيه عميقه قوي. انا هعملها على صينيتين رفيعين علشان احشيها من جوه كريم شانتيه وفراوله. لو انا عايزه اعملها في حاجه كبيره حاجه واحده، يبقى انا هحطها في صينيه كبيره و ما تبقاش سميكه، يعني اهم حاجه ما تبقاش الارتفاع بتاع الصينيه كتير. هحط الفانيليا والبيكنج باودر، انزل الفانيليا والبيكنج باودر، وهحط الفراوله البيوريه. فراوله بيوريه مش عصير، مش عصير فراوله، يعني هرس يعني نص كوبايه فراوله مهروسه، مهروسه مش عصير فراوله. اوكي، وهنزل بس اللي على الجناب.
علشان كله يختلط ببعضه كويس. وبعد كده هضربها تاني. هيبقى لون الكيكه من جوه مختلف عن العادي، وطعمها طعم الفراوله حلو قوي. الجيلي كمان بيديها سماكه وبيديها شكل وطعم حلوين. هضربها قبل ما ازود اللبن والزيت. انا عايزه اوريكم لونها بس. اللون اهو مختلف عن الكيكه العاديه، هو بينك شويه. مش لازم نشيله، هنحط بقى ايه الدقيق واللبن. لا احنا هنضطر نشيله عشان نحط الدقيق. هحطهم برضو على بعض كلهم مره واحده، يعني مش هحط شويه شويه، هحط اللبن وهحط الدقيق وضع. عشان كده بقول لكم الكيكه دي بتبقى اسمك شويه من الكيكه العاديه. اقلبه بس عشان ما يطرش علينا، ولا هتتغطى بالدقيق. هقلبه شويه ونرجعها عشان اضربها كلها في الميكس. اهو انا بس كده اهو، علشان ايه الدقيق ما يطرش عليا. حطها يا وليد تاني. اوكي، شفتوا اللون؟ احطها لون العجين بيبقى بينك شويه، ولما بتستوي بيبقى برده حلو قوي. تجيب لي الصواني هنحطها في فوق. هي مجرد ما هي بتتضرب بحطها في صينيتين عشان تبقى الاتنين رفيعين عندي. زي ما قلنا هي بتبقى اسمك من من الكيكه العاديه، علشان كده يعني مفيش داعي ان انا احطها تبقى الكيكه تخينه كبيره. لو انا عايزه احطها في صينيه واحده تبقى الصينيه اكبر بحيث تتوزع، تبقى هي رفيعه. هنزل بس اللي على الجناب واقلبه، وبعدين بحطها ادي في الصينيه، نصها في الصينيه دي. بصوا هتلاقوا حتت الفراوله باينه فيها، الحتت الفراوله الزغمانه باينه فيها. هحطها كده وهحط بقيتها في ايه في الصينيه الثانيه. احاول قدر الامكان انه يبقوا الاثنين قد بعض، يعني اخد نص المقدار بالظبط عشان يطلعوا الكيكتين قد بعض كده اهو. وبعدين بهزهم. دي مش سفنجيه فممكن تتهز عادي، الكيكه السفنجيه ما ينفعش طبعا احنا نهزها. وهحطهم في الفرن، هتاخد تلت ساعه 25 دقيقه بالكثير، وهتطلع معايا وهوريكم هنعملها ازاي. تحطها لي في الفرن. هنطلع بريك ونرجع بعد البريك علشان نزوق الكيكة بتاعت الفراولة بطريقة بسيطة وسهلة. استنونا وتروحوش حتة تانية. رجعنا تاني، طلعنا الوصفات بتاعتنا كلها. ده الرز الباريزيان، يا ريت نجيب الطبقات من الجنب بتاعته. احنا ممكن كمان نعمله يعني دوبي، يعني اعمله في بوله، في بوله ازاز شفاف، وبدل ما اعمل بس رز ولحمه وبسله مره واحده، ارجع بعد الرز اعمل لحمه وبسله ورز تاني، بحيث يبقى طبقات كذا طبقه فوق بعضها بيدي شكل حلو. وده السمك معانا مين؟ اميره. ايوه اميره. الو. ايوه ايدك. وايدك يا حبيبتي. انا كنت عايزه اسال حضرتك عن طريقه عمل الحمام. اوكي، الحمام المحشي رز ولا فريك؟ اه رز. اوكي حلو قوي. وايه تاني؟ اوكي بصي، هو الحمام انا ممكن اعمله لك، ممكن نعمله يوم الاسبوع الجاي، لان الحمام بالذات طريقه فتحه بتبقى مختلفه شويه. بس انا هقول لك بسرعه الحشوه بتاعته. انا بحط شويه كريم شانتيه بين الاثنين، ممكن اقدمها كيكه عاديه، بس يعني لو احنا عايزينها تتعمل بطريقه كانها تورته، هحط شويه كريم شانتيه في النص، وهحط فيها شويه فراوله متقطعه. ما بحاولش اوصل للجناب قوي علشان ايه ما دلدقهاش. انا بستعمل معلقه علشان مش كل الناس عندها سباتشولا، فايه ابقى اوريكم بالمعلقه نعملها ازاي. هي كده اهو، هحط انا بقى عليها
فراوله. الفراوله بحاول بقى احطها انها تبان من الجناب شويه علشان ايه تبقى باينه من بين الكيكتين. اوكي كده اهو، وبعد كده اهو هحط الثانيه عليها. بصوا هي بسيطه جدا، حتى الديكوريشن بتاعها بسيط. انا مش عايزها تبقى كيكه معقده، تبقى شكلها روستك كده بسيط. وهحط هنا اهو وردات من الكريم شانتيه. بنحط وردات من الكريم شانتيه، وبعد كده يا اما هحط فراولاي على كل واحده، يا اما هحط اي حاجه حمراء عندي. انا هنا جيت القلوب بتاعه الاطفال الصغننه اللي هي الكاندي بتاعه الاطفال، وهحطها على الكريم شانتيه بحيث تبقى حاجه بسيطه جدا وتديني في الاكل طعم مختلف، ويبقى شكلها حلو برده وغريب، يعني تبقى مختلفه. قلوب حمراء كده دي بتتباع في محلات الحلويات بتاعه الاطفال، هتديني منظر حلو ان هي قلوب. وممكن احط هنا ادي قلب احمر كده، واحد تاني كده اهو، وواحد كده. اوكي تبقى عندنا بقت كانها تورتايه بسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. ممكن بقى ايه لو انا عايزه ازود الفراغات دي بالكريم شانتيه ازود، مش عايزه مفيش مشكله كده اهو. هسيب حته فراوله باينه يعني زي ما انتم عايزين، ممكن نزودها كلها تبقى كريم شانتيه كده، ممكن نخلي الكريم شانتيه والفراوله باينين. اللازانيا بقى انا عايزه الحق اقول اللازانيا كده اهو، قريبين من بعض كلهم ولا؟ اللازانيا ما بتتسلقش، بس لازم تاخدي بالك من حاجه، ان البشاميل يكون معاكي سخن ويكون خفيف، يعني مش خفيف صايص. يبقى الكوبايه بتاعه اللبن اللي هي ال 250 مللي ليها معلقه دقيق مليانه، بس انا ما بحطش بيض فيها. البشاميل يتحط في قعر البايركس، وبعد كده بحط عليه علشان ما تلزقش معايا وعشان ما اضطرش ادهنها. اول حاجه بحط بشاميل، بعد كده بعمل الصوص اللحمه المفرومه يكون فيه طماطم فريش وصلصه برده يكون جوسي شويه، يبقى يعني فيه سوائل، واحط عليهم اللازانيا واحط عليها البشاميل تاني بسرعه. يبقى انا هحط البشاميل، اللحمه المعصجه بالطماطم والصلصه، شريحه لازانيا، بعد كده ارجع على طول تاني بشاميل، لحمه معصجه، لازانيا، وعلى الوش بشاميل وجبنه موتزاريلا. البشاميل لو سخن معاكي وطري واللحمه سخنه برده، اللازانيا في الفرن هتطرى، فانا هحطها نص ساعه في الفرن لمجرد ان يغلي داير ما يدورها، ما اخليهاش بقى لغايه لما تشد معايا وتبقى اللازانيا مهريه وطريه جدا. انا مجرد ما الطاجن بتاع اللازانيا غليت الحراف بتاعته داير ما يدوره بطلعه، اروح مشغله عليه الشوايه على طول واطلعه. هتبقى معاكي اللازانيا تحفه وسمكها معقول، بس اهم حاجه زي ما قلت لك البشاميل يكون طري ويكون سخن، هو صوص اللحمه. الحمام المحشي، الحمام المحشي انت لو بتحشي الحصاله كامله، عشان في ناس بتاخد الحصاله من فوق بس والبطن لا، لو هنحشي البطن كمان فكل ثلاث حمامات بتاخد كوبايه رز وبصلتين، بصلتين مبشورين، بحط معاهم ملح وفلفل وحبان بس، ما بحطش اي توابل اي بهارات، ما بحطش سمنه في الرز، بحط شويه زيت علشان يفلفل. الحمام دسم جدا وبينزل الدهون بتاعته فما بيحتاجش اي سمنه خالص، بحمره بعد كده في شويه سمنه، يعني بحمره في سمنه عشان ما يبقاش ناشف ومقدد. ايه تاني طلب مننا النهارده؟ الحاجات اللي اتطلبت منها معايا مدام ماجده. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، يا ريت توطي التلفزيون. منوره الشاشه. ميرسي يا حبيبتي بنورك. لو سمحتي بس كنت عايزه طريقه الرز اللي انت عملتيها، فتحت متاخر. عينيا يا حبيبتي. طريقه الرز اللي حضرتك عملتيها. اوكي اوكي هقولها لك تاني. احنا الرز ده عملناه، استعملنا رز مطبوخ او رز بايت عندي، لو انا عندي رز بايت او عملت رز ابيض جديد هعمل ايه؟ هعمل بشاميل، يعني هقول لك المقادير. للطاجن ده الطبق ده 3 كوبايات لبن، بستعمل لها 3 معالق دقيق، معلقه زبده، معلقتين زيت، بعمل بيهم البشاميل، بحمر الدقيق في الزبده والزيت
وبعد كده بنزل عليه باللبن واقلبه بالمضرب السلك لغايه ما يبقى معايا بشاميل، بحط له ملح وفلفل. بحط بشاميل في قعر الطاجن، انا حطيت الرز هنا الاول عشان البشاميل ما لحقش يعمل معايا، وحطيت بشاميل على وش الرز. بعد كده اللحمه المعصجه، الجزر والبسله المسلوقين، رز تاني وبشاميل في الاخر، ودخليه الفرن وبالهنا والشفا، وهيبقى احلى استعمال للرز البيت. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، استنوني بكره في حلقه اكل صحي، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.